ومعنى هذا الكلام من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، أي مهما ارتكب من الخطايا والذنوب والمعاصي لا تمنعه من دخول الجنة. هذا هو التفسير الصحيح، لا تمنعه من ماذا؟ من دخول الجنة. ليس معنى هذا أنك إذا قمت بالتوحيد فلا تضرك الخطايا في إدخالك النار، لا لا، لا تضرك الخطايا في منعك من دخول الجنة، لا، ما يمنعك، ما تمنعك الخطايا، تدخل الجنة تدخل، لكن لا، التوحيد لا يمنع من دخول النار، وإنما يحقق لك دخول الجنة، وفرق بين الأمرين. ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنا، يعني مهما صليت وصمت وتصدقت وقرأت القرآن وفعلت وفعلت من الطاعات، بما أنك أشركت بالله دخلت النار ولن تخرج منها أبدا، لأن الطاعة لا تنفع مع الشرك، الطاعة لا تنفع مع الشرك لدخول الجنة، لا تنفع، كما أن المعصية لا تضر مع التوحيد في ماذا؟ في دخول الجنة، لا تضر، تدخل تدخل، لكن متى؟ هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.